الماتش ناقص عليه ايه 5 ساعات، 5 ساعات الا ربع، وماتش مهم طبعا لممثل مصر النادي الاهلي. ان شاء الله يكون موفق. فعشان كده خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسلنا علشان نطمن من خلاله على كل التفاصيل اللي بتتعلق بكواليس ما قبل هذا اللقاء. يا كريم اهلا بيك. برحب بيك زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك وكل التحيه ايضا كمان لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، قول لنا كل التفاصيل اللي عندك واخر التحضيرات بالنسبه للنادي الاهلي قبل هذه المباراه الهامه والحاسمه. يعني نقدر نقول يا امير الخطوه مهمه جدا تفصلنا عن نصف النهائي ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق لفرقتنا النهارده للجهاز الفني، تحضيرات كالعاده على اعلى مستوى، الكل مركز بشكل كبير جدا، الرغبه موجوده، لكن ان شاء الله بنتمنى التوفيق يكون معانا في هذه المباراه. شوط اول كان اكثر من رائع، نتيجه واداء وحضور جماهيري كان اكثر من رائع، وده دفعه كبيره جدا للاعبي النادي الاهلي، لكن اختلاف كبير جدا في هذه المباراه. الكثافه الجماهيريه كالعاده لجمهور الرجاء، يا رب ان شاء الله تكون دوافع لفريق النادي الاهلي والنادي الاهلي ترجمها في ارضيه الملعب. ايضا كمان يمكن مش هنقول شحن معنوي، لكن يمكن كل طبعا جمهور الرجاء وكل المتواجدين هنا عندهم الامل ان هم يعني بيتكلموا طبعا على النتيجه وكده، لكن الحقيقه امير حاله التركيز وحاله التحضير الفني الاكثر من رائعه لمستمر سلكور للجهاز الفني للاعبين، كبار اللاعبين واحاديثهم الفرديه والثنائيه اللي بناكد عليها الحقيقه في كل مره بتدينا انطباع وبتدينا ثقه وبتدينا امل بشكل كبير جدا ان شاء الله النهارده يكون يوم فرح على الشعب المصري وليس جمهور النادي الاهلي فقط. الروح مطلوبه، الجديه موجوده، التضحيات مهمه جدا. فيا رب امير ان شاء الله باذن الله كل التوفيق يكون مع فريق النادي الاهلي في مواجهه اليوم الاهلي والرجاء على مركب محمد الخامس 8 مساء بتوقيت المغرب، العاشر مساء بتوقيت القاهره. كل الامور طيبه جدا في فندق الاقامه، يعني خلاص اقدر اقول لك لحظات بسيطه جدا وتبدا لاعبي النادي الاهلي في النزول لتناول وجبه الغداء، ومنها تكون كل التوقيتات طبعا امير اللي انا بتكلم فيها توقيتات طبعا الدار البيضاء الخامسه يمكن والنصف ان شاء الله باذن الله بتوقيت الدار البيضاء هتكون المحاضره الفنيه الاخيره لمستر مارسيل كولر، على ان تكون طبعا التحرك في السادسه، يعني ملعب المباراه بيبعد 20 دقيقه بالتامين، لكن مستر كولر الحقيقه معودنا في المحاضرات الاخيره يعني بيكون 10 دقائق ربع ساعه، ومنها ان شاء الله يتوجه بعثه النادي الاهلي بالكامل الى مركب محمد الخامس. يا رب ان شاء الله كل الاجواء والظروف والتحضيرات والتشكيل ايضا كمان اللي استقر عليه مستر مارسيل كولر وسيناريوهات المباراه، الراجل يمكن اجتهد بشكل كبير جدا مع اللاعبين، يا رب يكون موفق ان شاء الله يا امير في هذه المباراه. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. الزميل العزيز كريم احمد مراسلنا قال لنا كل التفاصيل اللي بتتعلق بما قبل هذا اللقاء الهام للنادي الاهلي.